السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن 10 علامات تدل على الفرج، 10 علامات تدل على الفرج وتفريج الهموم وزوال الهم والغم إن شاء الله تبارك وتعالى. أول علامة يا جماعة، خروج الدم من الجسد بالنسبة للرجل تدل على الفرج. يبدو أن هذه العلامات أن صاحبها في هم وفي غم فتدله على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول علامة اللي هي خروج الدم عموما من أي منطقة تدل على الفرج بالنسبة للرجل. 2، خروج الأمعاء من الفرج أو من الدبر. هذه علامة كتير من الناس للأسف الشديد لما بيشوفها بيتخيل إنها حاجة فيها شر. أبدا، خروج الأمعاء في المنام من الفرج أو من الدبر تدل على الفرج وزوال الهموم إن شاء الله تبارك وتعالى. 3، غسل الشعر في المنام بالنسبة للرجل وللعازم تدل على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. 4، كذلك غسل الشعر بالصابون أو بالشامبو أو بأي حاجة حديثة تدل أيضا على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. 5، رؤية بسم الله في المنام سواء قرأتها أو سمعتها أو وجدتها مكتوبة على حائط أو في ورقة، المهم أنت في المنام شفت بسم الله تدل على الفرج. 6، رؤية الرجل الطويل للعزباء تدل على الفرج. 7، رؤية الحرام في البيت ولكن بشرط لم يسرق شيء من البيت، لأنه لو سرق ده موضوع تاني. يبقى البنت العزباء أو المرأة أو الرجل أو الشاب الأعزب يرى في المنام حرامي في البيت لكنه لم يسرق شيئا، دل ذلك على الفرج. 8، دخول الرجل السمين اللي هو البدين التخين، دخول الرجل السمين البيت يدل على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. 9، رؤية الرجل الطويل للرجل. وبالنسبة لعلامة البنت عفوا، ما كانش الرجل الطويل وإنما الرجل الجميل، فبالنسبة للرجل رؤية الرجل الطويل في المنام تدل على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. 10، منع المرأة المتزوجة من الرجل القصير أن يدخل البيت تدل دلالة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى على الفرج وزوال الهموم. دول كانوا 10 علامات تدل على الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى لمن رآها. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.